نظمت مجموعة موظفين موهوبين بالبنك اللبناني الفرنسي مع أطفالهم حفل موسيقي للاحتفال بموسم الأعياد مع زملائهم بعشرة كانون الأول على مسرح جامعة الحكمة. بجو من الفرح والحماس رنمت جوقة BLF تالنتس بإيادة توني بايع أغاني الميلاد، وأظهروا الموظفين مواهبهم بالغناء وعزف الموسيقى والرقص والتمثيل بحضور من زملائهم يلي دعمون وشجعون. وبنهاية الحفل اجتمع الكل ورتلوا سوا أغاني العيد.